السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم في مطبخ نيمو الرفاعي. النهاردة ان شاء الله فيديو عبارة عن مشتريات للتلاجة، يعني حاجة الاسبوع او حاجة كام يوم. تمام، اول حاجة طبعا غسلت التلاجة ومسكت المفرش ظبطتها، بعد كده فرشتها. واول حاجة معايا طبعا للفطار جبنة. الجبنة دي حلوة قوي، طعمها رهيب، ومتقطع فيها قطع شيدر ورومي وكده. دي انا جبت منها نص او ربع، متهيأ لا ربع. وجبت برضو زيتون، الزيتون ده بس بصراحة جميل جدا، انا جايبة زيتون بس. والزيتون انا جايبة برضو نص، الزيتون نص. بعد كده بزوده طبعا شوية مية وبحطه في طبق التلاجة. وجبت واحدة ماجي، والنسكافيه ده انا اول مرة اجربه بس لسه هشوفه. لكن الجبنة النستون دي بصراحة انا دقتها طعمها طلعت روعة، كان عرض نازل عليها وجبتها في السوبر ماركت، بس بصراحة انا اول مرة اجيبها، بس لما دقتها بصراحة عجبتني. بس وهجيب بولة كبيرة كده، عشان جايبة معايا بقسماط جايبة نص، وهزود عليه كيس كريسبي واخلطهم ببعض كده عشان يكون جاهز معايا. كريسبي عايزاه حار حطي، عايز انا عن نفسي بحب البارد. بس هحطهم كده واقلبهم مع بعض، وبعد كده هحطهم في علبة كده، اللي هي العلبة اللي استخدام الدقيق والحاجات دي. انا جايبة النص من عند العطار، كان عامل 6 جنيه. بس كده، وهمسح بقى الحاجات اللي وقعت من البقسماط دي بس. وجايبة بقى خضار، جايبة فلفل رومي لوازم المحشي بقى تغذية، وجايبة بتنجان وبتنجان رومي، وجايبة خيار، وجبت بطاطس. يعني الحاجات دي بتكفيني كام يوم كده او اسبوع. يعني ليه بقى؟ لان انا برضو يعني مثلا اهم حاجة عندي برضو ان انا اجيبها هي حاجة المحشي، لان انا فيما بعد يعني اللي هو ايه، انا عندي مخزنة في الفريزر، عندي بسلة وعندي قلقاس وعندي بامية وعندي حاجات كتير قوي في الفريزر، فعندي برضو خضار متخزن. وجبت عنب، جبت عنب احمر وجبت عنب اللي هو الاصفر، احطهم كده لان انا بحطهم في التلاجة كده بصراحة، ولا يبوظ ولا يضطر ولا اي حاجة، بتفضل الوحدة بوحدتها طالما انا حطها جوه المصفى وحاطة تحتها طبق كده بس. وجايبة مشمش، جبت نص كده، جبت نص كيلو مشمش، لان انا يعني ايه ماليش برضو تقول عليه فين وفين لما باكل منه. وجبت كريز، لان كريز طالع وبصراحة طعمه المرة دي مسكر وجميل. جبت برضو نص، النص من الكريز عامل 20. وجبت اناناس الكيلو منه عامل 5 جنيه، وجبت بامية ونص ورق عنب وملوخية، والملوخية متقرطفة. جبت بقى بصراحة انا لقيت الخضرة خضرة وجميلة بصراحة وشكلها بجد جميل، قلت انا هجيبها واخزنها. مليت بولة كبيرة مية وحطيتها فيها كده، وبعد ما اسيبها شوية واغسلها كده قد مرتين، اروح مصفيها في قلب المصفى واخليها تنشف، واروح مخرطها وحاطه كل شوية في كيس على قد استخدام بس. وادي هي الحاجة بالكامل، هي دي مشتريات الاسبوع. هو يا دوب انا جبت من الخضار الملوخيه والورق عنب والحاجة المحشي والبطاطس والخيار والكلام ده كله، والفاكهه وحاجات مثلا افطر بيها والكلام ده كله. ودي كفته رز، دي انا طلعت بس كده من الفريزر كام كيس. دي برضو انا عملتها وكيستها، لان برضو العيد دخل علينا كل سنه وانتم طيبين، نحمر منها شويه الصبح كده يعني.
واديني اهو كمان رصيت الحاجة في التلاجة، او الرف للفطار والحاجات دي، وتاني رف الفاكهة، وتالت رف الجبن والزيتون والخضار بقى في الرفين اللي بعد كده كده بس كده. واتمنى ان شاء الله ان يكون الفيديو عجبكم، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك، ولو عوزتوا اي حاجة اكتبوها لي في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.